في السنة دي انطباعات أسبوع الصلاة عن السنة اللي فاتت إيه؟ فرق كبير يعني، حتى هنا في الكاتدرائية قداس البابا خصص الوحدة الكلمة بتاعته مخصوص عن وحدة الكنيسة، فده أمر يعني أول مرة يحصل. يعني كان قبل كده بنيجي صحيح وبنحضر، قداس البابا شنودة كان بيذكر أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، لكن ما كانش فيه مشاركة زي اللي حصلت النهاردة، وما كانش فيه الكلمة موجهة عن الوحدة المسيحية زي النهاردة. فإحنا بنشكر ربنا جدا إن إحنا بنتقدم خطوة بخطوة، ودي نتيجة الصلوات، وإحنا محتاجين مسيح نوعين، والتنوع بيننا ده غنى، وما يمنعش أبدا إن إحنا نكون عندنا وحدة في هدف واحد هو مجد المسيح. أنا بقول للقداسة البابا إحنا بنشكر ربنا من أجلك كتير جدا، لأنك ربنا بعتك من أجل قوة ووحدة الكنيسة، وإحنا بنشكر ربنا من أجله، وربنا يباركه الأسبوع مثمر جدا، وجاي كمان كده مصاحب بصمني نوى والكنيسة في أسوان، الصلاة طالعة مع الأسوان حاجة جميلة جدا. كل كنيسة من الكنائس بنروح فيها بنلاقي صلوات مستمرة، والشعب قد إيه فرحان، لأن ده اللقاء الأول اللي بيحدث بعد تأسيس مجلس كنائس مصر، فقد إيه اللقاء ده ليه يعني مذاق خاص وطبيعة خاصة السنة دي.